في قاعدة تعطيك فيها تسمحوا لي، ما في شيء اسمه صداقة بين شاب وبنت، ما في صداقة، ما في. إذا كنا ضمن وظيفة نتعامل ضمن الوظيفة. خلينا واضحين في القضايا هاي. الخلوة لا تجوز والله لتعليم القرآن الكريم، لتعليم القرآن الكريم ما تجوز الخلوة. يعني واحد قاعد يتعلم القرآن الكريم ده يجيب أستاذ خصوصي، والله لا يجوز، والله لا يجوز لرجل أن يختلي بامرأة ولو من أجل أن يعلمها القرآن. الأحكام الشرعية واضحة، مسألة صداقة وما صداقة مش كلام، مش شيء. لا احنا ديننا هيك ولا احنا عاداتنا بهالطريقة. الله يحفظ الجميع.